علميني الصج يبا. الكلام اللي يقوله بجبل صحيح؟ ايه صحيح يا عمي. يا قليل طلعي. بحد بدلية يعرف وش اللي في صدري. بالله اني عارف وش اللي دور في صدرك. مر اللي ما عارفه من هو الحين اللي قبالي. وش الغارة اللي بدك اياها يا شميسة؟ اقول القصيد وحكيم اداوي المريض. يا هو الله اذبحوها. من هي اللي اذبحوها؟ روحوا لحنوت. السلام عليكم يا خيا. هلا بأخوي. هلا ببادي. شلونك يا خيا؟ من الله بخير يا أخوي. ما شاء الله تبارك الله. ولد من هذا؟ ولد العنود. ليه وين العنود عنه؟ أنا مش سكت يا خيا. وين العنود؟ العنود الله يرحمها. طلق برقبتها وما حد يدري من اللي سواها. عمي وده يطق من قهره وحلف يمين غير يعرف من اللي سواها ويذبحه. من اللي يذبح حرمة؟ السالفة طويلة يا أخوي. عشان علميني بيها. أنا أقول مدز واحد من عربنا المناع يكون عين لنا عنده ويعاود بالعلوي حينها يحلها الحلال. يا زين هالراي. والراي الثاني يا زيد، الحرمة الأصيلة بترافق جوزها وين ما يروح. دايم الله يا عمي الحمد الله عليه. ما كنا منتبه. ما تدري عن شر إن شاء الله. الله يرحمها. اللهم أمين. ترخصنا يا عمي الشيخ، زوم علم أبوي لجل يقوم بالواجب. رخصتك معك يا ولدي. يا شميسة يا شيخة يا حرمة الشيخ مناع، حطيت عندي السؤال وجاي أخذ الجواب. أوافق بس بشرط. نبس يا قلي تريدي. الحلال موجود والمال موجود، اللي تريديه يا صج. مناع، تجمع رجال الديرة كلهم تطلبني قدامهم. اي وش علي؟ وقدام العرب كلهم يا مناع. تعرف وش سياقي؟ زين، اجمع رجالي بعد المغرب ولدك اياه يصير. سلم عليك
يا مزيون. الشجرة اللي معاك لزومك تعرج لها من العرب. ذبحت العنود، ذبحت العنود يا سراد. اسكت وانت وشدريك النار ميه خاص وحطحون تهب مجانا. انت ليه ما علمتني؟ علمك مش انت ليه ما قلت لي من الاول ان العنود ما يربح؟ انا وشدريني العنود ما يربح. ذبحتها يا سراد. انت ذبلت. اسكت، لو شاع الخبر نقطع شوارب بعض حنا وديرت الشيخ مناور. شلون والدهدة وكن؟ شلون وانا اللي ذبحت العنود؟ هلامك ليه ما خلي بروحك؟ اهو جسم العنود، اهو جسم المغليس. مدري ان كان هضنت ولا مضنت، مدري هو عيل ولا بنت، مدري عن اي شيء. يهونها ربك. لزوم اروح واشوف وش جابت، لزوم اشوف ولادي. تشوف اذا لك نصيب تشوف. اريد اشوفه. ادري طال عمرك تريد تشوفه. مير يلزمها تدبير. ناور مو هين وكاد خذ العيل رهينة عنده. أخذ رهينة؟ شلون يأخذ رهينة؟ عيل بلفة يأخذ رهينة؟ عيل ولا رجل ولا حرمة، الرهينة رهينة. خلني بروحي. زي يا شيخة يا شميسة، قول قدام رجال الحاضرين لبس يا قل ثريدي ورقب في سدادة حلال مال، اطلب اللي ودك إياه وياصلك. ما تقصر يا شيخ. يا شميسة قولي بعلى الصوت خلهم يسمعوا ويشهد. اطلبي ما تقدر علي يا مناع. أفا يا شميسة، أفا يا الشيخة، ما يمنعني غير الموت ولا مناع اللي ما يهاب شود الليالي. لا أريد المال ولا أريد الحلال. وش هو؟ لا مال ولا حلال، وش تريدي؟ رميح، سياق رميح ولد غليص يا مناع، تجيب ليهان ودوس راسه تحت رجولي. اي تدوس راسه تحت رجولك. اي مر هذه يلزمها تدابير ويلزمها شوية وقت. اسمعني يا مناع. اخي محرم بيتي ما تفوته وما تطف راشي لين ما دوس راس رميح تحت رجولي. اي حقش يا شميسة. اي حقش. قعدت برا احاكيك، ليه ما ترد؟ ليه كفيت عني؟
نفسي صادح عن كل شيء. النفس صادح حتى عن رأيها. وعن محرم بيتك بعد؟ لوفة ما تريح غير لما أعرف من هو البايق اللي ذبح بنيتي. رميح، هو رميح. لوفة أنت تدري إنه الرميح بيذبح العنود. وش اللي يخليك متوكد؟ اللي خليني متوكد إنه يحبها أكثر من روحه. إيه مير، هو السبب، هو اللي خلاها تلبس هدومه وتطلع على الفرس بداله. هذا هو اللي محيرني، ليه سوى هيك؟ ليه يدز العنود للموت؟ فيه سبب ولزوم أعرفه. نوفا لشرين أنا من حالي ولا تمدد عنه. شلونك يا ولد؟ لا تخاف، البلاد الانجليز ها؟ كانك تايه، ادلك وطنطيني كروت. انا بدي تاجر ابو عمران، وين ممكن الاكي بالمدينه؟ وصلت، انا ادلك علي، ومثل ما قلت لك طنطيني كروتي. حي الله طحيمك. حيا ودوم يا شيخ. ساعة هالمباركة اللي شفناك فيها. الله يبارك فيك. طولت الغايبة يا الشايب. هان هان. هان هان. تري. يعني زين انت يا مكحل شواربك، ما هو كل شايب شايب ولا كل شاب شاب. انا انت زوجت اجيب اثنين رمزان رجال. هات تذكرني يا عم. اي اذكرك يا ابن اخي، اذكرك من وينت بلفاع. طولت الغيبة. تدري شاعر وداوي من بيت شيخ البيت شيخ، وهذا أنا عودت. أنت رجل خير يا طحيم. وانت خير بعد طال عمرك، ولنك خير أشوف العروس. تدري طال عمرك أنا بعد المرحومة ما تزوجت. على هذا طحيمك بس مشروطة. مثل ما وصيتك يا ولد. حذرك لسانك زل، ترى إن شك بيك مناع يشويك بالنارها. توكل على الله يا عم. نعم بل. وحذرك من رجل ينقال له مخلوف، راح حي رقطة يوصل كل شيء المناع، احذر منه. وبعد يا ولدي لا تنشد عن شيء أو سالفة، تسمع وما تسأل. تفوت العرب دواش، تفوت وتطلع براحتك. من شفتك عرفت ما انت خواص. اسمع يا طحيبر، وعدتك أكد لك على عروس لما تجيب العلوم. ابشر يا ابن أخي، أنا اللي أجيب لك العلوم. تريح يا عم، ما تعبك. هذه بنت عمي وثار عمي ثاري، أنا بظهرها باشر مع فشت الضو. لا يا وليدي، أنا اللي أطلع، أنت خلك يا معمك لا تتركه لحاله. يا عم
أنت ضعيف. ضعيف يا ولدي اللي ما براسه عقل. ونشهد أنا مريض شيء أكمن في شقة وسلامتكم. وش تسوي؟ وش أسوي؟ ودي أرضعه. يا جاهد البلا خبلت بعقلك، وديه للحرمة اللي ترضعه. أي حرمة بنص الليل؟ الوكاد الله يرحم بحالنا، حتى حليب النعاج ما يقبله. سبحان الله، وكاد العيل يحن لأمه. وش؟ أنا أمه. أي 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 أنت أمه. أروح لأشفاقة أمون على رجلها تجي وترضعه. صايل يما، يا صايل علامة شو؟ وين رميح؟ ليه ما هم عرجال؟ رميح يما ما هو خياطة برتين. ليه؟ وش اللي صاير؟ أشوفك مطرف، حبيت اختلي بروحي. اقول يا رميح، قول الحين صار لك ثار عند مناور وثاري مخليه لو كان باخر الكون. كفو، لكن انا بعد حقي ما خذيته يا رميح. تاخذه وانا رميح ولا دغليس؟ دواس الظلمه ياعد ويافي. ايه زيد النار. ليه طولت الغيبه؟ بعدنا يوبا بعدنا، وصرنا قريبين من دير تمناور، وقلت ازور الهنوف وتطمن عليها. اي زين وشلون اختك الهنوف وشلون مناور؟ الهنوف زينه، لكن عمي مناور علومه ما هي زينه ابد. خير، وش صاير؟ بنته العنود يا عمي انا ذبحت. وش؟ من هو اللي ذبحها؟ غفط، ما ادري انا يا عمي. يا فين تلبخت؟ لزوم نزورهم ونقوم بالواجب. هذه بها عار ومعيار، لا حول ولا قوه الا بالله. نفسي أعرف شو بينه وبين هالأجنبي اللي جوا. يا زلمة العب، أجانب داخلين أجانب طالعين، إحنا شو دخلنا؟ شو دخلنا؟ العب عند العبيد. بس أنا كيف أوصل؟ وين؟ تلي بلا مش داعي استريع. اسمع هسه بنعطيك كروتو وبروح، وانا بدلك وين بدك، باخذك بايدي وين بدك. هقوتي انه هذا التاجر اللي سرقناه. انا يا وجه الخير ضبر. هاي كروتك. والله يسهل عليك. الله يسهل عليك. يجوز الرجل يحتاجني، وكاد وده دليل، وانا ادل دروب زين. ما يريد يا تاجر، انا ادور رزقي، انت احتاجني اشتغل عندك. عندي شغيلتي. ترى معزوز يهديك السلام. معزوز يصير عند رميح. أنا لا بعرف لا معزوز ولا رميح. يكذب، يحكي مع الأنجبي كأنها يعرفه. الله يسهل عليك.
تفضل يا خواجه السرير. الحامر لا تولنا، ودي اعرف من هو ذبح بيتي. حين الاقي طلبتك اعاود. الحامر النار شعلها بصدري، ميت فيها غير دم الخاسي اللي ذبح بنيتي. ابشر يا ابن اخي، انا اللي اجيب لك طلبتك. الحامر وديعك الله لا تولنا. سلم عليه. بمان الله. انت راح تخرب بيتي يا خواجة. بتعرف انه هذا الدليل من رجال رميح؟ مين رميح؟ I need دليل. المشكلة انه راح يرجع ويحكي، وإلينا تعرف، وجور راح يعرف، وانا راح نخرب بيتي. I don't understand. مين حضول؟ هذول هم أصحاب هاي الغراض والبضاعة وهذا النعيم اللي احنا فيه. أبو عمران أنت بتعمل غيري؟ هيك وهيك، بضاعتك أنت بتروح لناس وبضاعتهم بتروح لناس. أبو عمران أنت مش مزبوط، أنت بتعمل مع كله. والله تعلمنا منكم يا خواجة، ما أنت اللي بتشتغلوا مع كله على كله. خلاص بكي بعدين، أنا لازم أشوف جوزيف. تفضل بمشي معك عشان أدلك على الطريق. لا تشكي لي يا مظلوم يا جاي وبين تعاني، والقلب مليان همومي، لا ما يضرك ضغط السيف. من عرفتك ما شفت بعينك الدمعة، حتى هكيت عيونك ما بها دمعة. قلوب صناديق رجال، والعينها رجال، وضاقت بيك الوسيعة، تجود العين بدمعها. الرجال يقولون عزلت روحك من هوات لجل حرمة. باقي الحرمة حرمة، الضرة غالية في ليه، غالي غالي. أدري وأدري وش اللي دور بصدرك مير، ما ودي إياك تنعزل عن الرجال. تراني نسيت الدمع، تراني نسيت الدمع، غير لما حسيت بالضرر يا فليا. الضرر الضرر يا اخوي الضرر. انت ليش خايف ابو عمران؟ ما في مسؤولية لك، احنا منخزن بضاعة عندك وندفع كثير. بس انت هي بضاعة شوية القمح احنا بناخذهم نعبيه بشولات، نقول لهم العربيات على المينا، وبناخذ عمودتنا وبنروح. بس سلاح ناخذه ونخزنه، والله الدرك الا يعدمونا في الساحه العامه بكره. ابو عمران اذا انت خايف كثير نو بروبلم، خليك نقل كما على المينا، بس ما في موني كثير، منشوف ويرك. ابو مصطفى اسكت. أبو مصطفى، أبو مصطفى أنا وعدته وما أخلف بوعدي. أنا ما قلت أخلف بوعدك، أنا أقول إن أجلها. كم يوم يا فليح كم يوم؟ أروح أتطمن على العيل وعاود. إيه؟ تروح لدير تمناور؟ إيه دير تمناور، أفوتها بالليل أتطمن وعاود. أروح بدالك؟ ما ينفع، نفس الخوية لك. فليح زين،
كلامهم ردان. أهوجس باللي وده يصير يا بعد قلبي. وأنا مثلك بعد. الرجال اللي دزيناه ما أدري وش صار معه. مير عمي الله يهداه مرخص لعاود. ومناعي رحمه ما هو هين. وأنا كنت بثار صرت بثارين. الله يهونها من عنده. يا طويل العمر يا الشيخ. يا خير. العيل يصيح طول النهار يقطع القلب، عطول حدا الحريم ترضعه، ما يصير هيج. سمعيني نوفا، سمعيني زين. لا سيدي النار عاطم ولد العنود بالذات ما تشبه غرض، فهمتي؟ ليه يا ابو العنود؟ ليه؟ هي فهمت. انت ودك تخلوه عندك بالبيت لجل يجي ابوه يزوره وتذبحه. ها؟ وش رايك تلفي وتقعدي مكاني مشك؟ الارج هذا لا يطلع من اسمك مرة ثانية. فوت ثبري جوا المحرم ولا خليك تشوفي مني لما يسر خاطرك. يلا مناور تغير، ما هو مناور اللي عرفه. ورميح ما صار له شيء وما قدر عودة الديرة يجوز رميح بيها. وش الراية الحين؟ الولد انت ودك نمشي طال عمرك. نحن معنا رجال نمشي. وليدنا معنا رجال، ليه؟ ناخذ رجال معنا تخاف يصير شيء؟ ما يصير شيء، ما يصير شيء. وقول الحمد لله إني واخذك معي. أنا وأنت بس. يا طويل العمر. يا طويل العمر أنت. يا طويل العمر أنت. ذهب الخيل. مع أول الليل الأظلم نمشي. نمشي. امشي. انت مقلت هان وانا دورك وشدك مني ودي تطمن عليه. ما ودي احد يتطمن علي يا اخوي عبادي. اللي صار صار وما حد يدري بالسالفه غير ترانا ننكشف. اي ادري. انا اصلا كنت بدي اقول لك ما حد يدري بالسالفة غير أنا وأنت. بس هيك بدك تخلينا نقضي الليلة بالخلا؟ مش فاهم عليك. صخرة ما في خوص، كيف نحسكن هنا؟ ناس ساكن هون هاي حياتها وروحها، متعودة على هاي الحياة. كيف حياتها بدون ماي؟ الآبار هون كثيرة، لما بتشت الدنيا بتنتلي. سبحان الله مرات بتطلع من تحت الرمل. دائما خارب بسبب ماي، لأنه صعب الحصول عليها، مش من السهل يجيبوها. بتعبوا وبشقوا عشان يجيبوا نقطة المي. بس ما هي لو أنها سهلة كان ما بتحاربوا، ولو ما بتحاربوا كان احنا لا بنبيع ولا بنشتري سلاح. خليهم دقين في بعض لمصلحتنا. يعني احنا نستنى بداوي نام ونمشي. نمشي هسه في الليل احسن.
ليش حسن؟ يا هلا بتحامر علي مهني، طال عمرك. تراني يا شيخ شاعر، اقول القصيد بالشيوخ واخذ المنايح، وحكيم بعد اداوي المريض. يا هلا بيك يا هلا بيك. اقول الحكي، ها بي عندك دواء يعاود لي شبابي، بلك اشوف لبنية مزيونة تالي هالعمر. ها يا شيخ، هذه ما الهدوة غير عند رب العالمين. الحي ابقى من الميت طال عمرك، الايام اللي تروح ما تعاود ابد. اي بالله انك صادق، تراك بهذه صدقت. ان شاء الله اني صادق بهذه وبغيرها بعد. اقول الشعر. تفضل. وش هي طلبتك؟ يوم العرب شال قتال خافوا بشالي، وجدي على شوفته بالبر ساحب. انا اقول خلينا هنية ملطينا العيون حتى نتوكد انه موجود. وش رايك احوف الديره وتوكد؟ والله والله بعالي سماه اني حطيتها بصدره. مات مات العلوم ما هي بعيده، تريح الساعه. وش عليه الحين اشوفك وامدك تروح من عيني. شلاش يبا؟ تفضل يبا. حضروا زواد على الضيف، تكفيه ويزيد. الزاد حاضر طال عمرك. ما تقصر طال عمرك يا شيخ. اقول الشعر، ان كانت السالفة اللي قلتها صحيحة، ترى اللي ذبح لبنية مو هو بغريب، يعرفها زين ويعرف أهلها بعد ويعرف الديرة كلها. هذه فاتتني، ملعون إنك تقول الصحيح. وعدنا إنك تزورني. لو سلمت أزورك إن شاء الله. لكن مير لي شرط. شرط؟ وش شرطك؟ اتجوزني. يلا جاز بلاشك، وانت بيك حيل تلوع على الفرس لجوزك. بكيفك. سلام عليكم يا خواجة. انا لهون وبس، المطرح اللي بدك اياه ورا التلة، لا شمال ولا يمين، تطلع بتنزل بتلاقي المكان قدامك. شكرا يا ابو عمران. خواجة انا ما لي علاقة فيكم، انتم مع بعض احرار، انا علاقتي معاكم كلكم. ثانك يو باي. جاب الحمر عند حسنة، وش له بيها؟ If you informed
I would have met you in the city instead of crossing the desert alone. Please, sit. So you have been expecting me? Sure. John informed us you are coming. But I still believe this is a big risk. You could blow our cover. I'm investing a lot in this, and I still see no progress. سراج أمرك عم من عودته وبادي مو بعوايده ما تدري وش بلاه لله يا عم ما أدري أنت خويه ورفيقه إيه خويه ورفيقه بعد يبا يا عم أنت تعرفون أن بادي سره غميق معقولة يا أخوي أبو بادي الولد عقله بالجيزة هذه هينة يعلمني من اللي وده إياها وأنا جوز اليوم قبل باكر يا ولدي يا سراج أمرك يا عم الله يرضى عليك ودي إياك تلاغي وتعرف وش بلا تامر يا عم We are moving according to our plan Most tribes have new weapon and soon we will be able to dig and build without their interference. Soon is not enough. This is my investment. It's our investment. The study is deceiving. The desert does not hold enough water. This is not true. I could take you now where you can dig with your hands and the water will pop up. Okay, take me. Prove me wrong. It's too risky. Elena and Manna could be anywhere, and I mustn't be seen except as the gypsy they know. Okay, I will take Joseph then. Please, it's better if you go back and focus on what you need to do. The machinery is arriving, and you need to start setting up and getting workers to build the sit. علامك يا مناور أسألك ما تسمعني؟ سامعك يا نوفح سامعك بس ما بخاطري أهرج معك ليه؟ من طول النهار تهرج مع ربعك بالبيت هذول ربعي يا نوفح وأنا نوفح حرمتك نوفح اللي شفتها زمان شيء ونوفح حرمتي اللي ببيتي شيء ثاني علامها نوفة اللي ببيتك نوفة اللي ببيتي هي اللي الشيطان يصب لها مية وتوضى بيها عذ بالله من الشيطان الرجيم ليه؟ أنا وش سويت؟ تدري يا نوفة أنت من يوم ما فتت الديرة وغراب البين يصفقها بجناحه مناور أنت هيني أهينج؟ أنا أقول اللي بيك انت يا نوفة مرة عينك حارة وما تحبي غير حالك والحقد أعمى قلبك وبسبب حقدك على الرميح ذبحت العنود ذبحت بنيتي يا زينة وامها هجت وطلعت من الديرة ان شاء الله اجل حرمتك انا مالي بيها والعنود مثل بنيتي وان شاء الله اجل سالفة رميح الحق علي أنا اللي قلت لك الحقيقة من الأول لجل ما تصير حشوة بلسان العرب لا يا نوفا الحق مو عليك الحق علي أنا اللي ما درزيت لكل العربان أتوكد إنه الكلام اللي تقوليه صحيح ولا لا بس يا حسافة يا حسافة معستك عمت قلبي طلقني يا مناور طلقني وخلنا عاود الهالي ها؟ أطلقك؟ يصير خير يا نورة يصير خير يا هلا يا هلا بالدواج أنا مهلك
وش معك من القرض؟ اللي تطلبه تلقاه طال عمرك. كمخلوف يعونك. حطوه بالخربوش اللي بطرف العرب، خلوه يبيع قرضانه. بكرموه. صار يا طويل العمر، صار. قلت لي وش اسمك يا دواج؟ مرعي يا طويل العمر. يا هذا مرعي، يا هذا يا هذا. برخصتك يا عم، اروح ادور رزقي. يلا الله يشاهد عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. مخلوف يعونك. خلي عينك عليه. الدواج؟ وليه وده راقبه؟ أكثر الدواسيس بين العربان من الدواجين. ملعون إنك فيه مدايش. دليتنا دروب اللي مشيها. John is asking when you want to go back and if you need anyone to pick you up. As soon as we're done here, I take Joseph with me and we have a look around. So your cover is safe. Joseph is known to the Bedouin here as well. Be sure your investment will pay off well. Please, it's better if you go back. Okay. I will take him around, and if anybody sees him, he's just a foreigner, and I'm his escort. What is a foreigner doing here, unless he is a spy? Joseph, we managed to have Elena here as a woman who is fascinated by the Bedouins and wants to write a book. But Yuri, in the minute they see him, they will see him as a spy. Nevertheless, I will not leave here without looking around, just out of curiosity. تاجر خيل. ماني شايف خيل معك غير رتشوبتك اللي خليتها فوق. اشريها يا شيخ وبيعها وترزق. في فرس تشريها؟ هذا فرسي. اسكت انت. ايش قلت؟ معك حقها؟ والله يا شيخ معي وما معي. وش لون صارت هذه؟ يعني الدروب ما هي امان طال عمرك. وما احملت دراهم معي. لين اشريها تقلطوها لي وتاخذوا ثمنها. انت كذوب. اي كذوب. ما انت بتاجر خيل. قم انقلع. قم. اود ارادتك. ميرت رجاك ترخص لي ابيت عندكم الليله وامشي مع فجر الضو. صايل. هذا الضيف الله ينام حول هالمطارح. طيب يا عونك. هذا مو تاجر خيل، في وراء سالفة. راقبهم. على أمرك.